علينا كثير فريق مي انا فرحان بهذا الفوز اكثر من الفوز المباريات السابقه لسبب وحيد وبسيط، كون اول مره تنستقبل الشباك ديالنا في بنو بطوطه. اذا كان امتحان حقيقي باش نشوفوا رده الفعل ديالنا، القوه الذهنيه ديالنا، ديال المجموعه. ذلك ما حصل. فريق ناطس بركان كان هو الاول، كان سباقا للتهديف ومبكرا وبشكل مبكر. من حسن حظنا احنا في الشوط الاول خلقنا فرص كثيره للتسجيل، ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب، هما تراجعوا الى الوراء في دفاع متاخر، من حقهم يعتمدوا على المرتدات. انهكونا باللعب الطويل، وكنا مجبرين باش جرينا بلوس كو لابيتود، اكثر من ما هو معتاد. ربحنا كرات الثانيه اقل منهم، هما عندهم لي غاباري يعني في القامات، في لي كاليتي مورفولوجيك هما احسن منا، عندهم تجربه افريقيه. حسينا الفريق يعني مؤسس مهيكل غودي، عندهم كذلك قطاع غيار في مستوى كبير. احنا خطابي كان جزء من الخطاب كان في هذا الاتجاه، بان من الان فصاعدا كيفما كان اسم النادي اللي غادي يلعب معنا خاصه في مدينه طنجه قد يفكروا في الركون الى الوراء، ومن حقه، لان ولاو تيحترمونا ولاو تيعرفوا بان احنا قويين في الهجمه المبنيه، كذلك عندنا حلول وافره في المرتدات، في التحول من الدفاع الى الهجوم سجلنا مع مره، وكذلك اذا اشتغلنا كثير في حصص الفيديو، باسكو كانت عندنا غير جوج الحصص تدريبيه ما بين المقابلتين. عرفنا بان غوسو مودو زعما لاكس دو ترافاي اللي اشتغلنا عليه كثير هو الكره الثانيه، كيفاش نربحوها، كيفاش نديزاكتيفيو اللاعب البحري والميليو التيران ديالهم، يعني البحيري وكامارا بكر الهلالي، لاعبين بخبره كبيره لكن في متكاملين، يعني لي كاليتي ديالهم يلسو كومبليت، و سا سي امبورطون. خلقنا مشاكل كبيره. اذا ودرنا كذلك اشتغلنا على الى ركنوا الى الوراء، كيفاش نبرسيو كومون بيرسي لو بلوك با. اون اترافاي، كنا عارفين بان غندوزو من الاطراف ونخلقوا يعني لا سوبيريوريتي نيميريك. ذلك ما حصل، دزنا ما مره عرضيات ما استغليناهاش، وكنا دايرين لوبسيون بي اللي هي الكرات الثابته قد تكون يعني حل من الحلول لتسجيل الاهداف، وذلك ما وقع. فخور باللاعبين، من يشكر الله اللي ما تيشكر الله ما يشكرش الناس، سي امبورطون. و جيمغي بيان رميرسي مي جوور، اللاعبين، جميع مكونات الفريق. اون بي با تاكس، زعما ما نخلصوش الضريبه على الشكر، نقدر نشكر في كل ندوه. اذا المسؤولين عن الشان المحلي، رئيس الفريق، فريق العمل، سي امبورطون، الناس، الطاقم التقني، الاداري، الطبي، اخص بالشكر كذلك سي اسامه غريب، جندي الخفاء ما تنتكلموش عليه كثير، كان حاضرا دائم الحضور، دائم الاتصال، هو الحلقه الوصل بيننا وبين الرئيس، هو الذي يشرف على الامور التقنيه، كان حاضرا بقوه كذلك في الميركاتو، شوي جلس اللاعبين، هو الذي من فاوضهم. الاختيارات كانت حنا بشكل جماعي، لكن باش نعطيو للرجل حقه، هو ابن المدينه، ابن الدار، وجب التنويه بالعمل الذي قام به. الاستحقاقات القادمه القاريه وتواريخ الفيفا، لا اظن بانه غادي تفرز فتره كالتي سبقت. مزيان السؤال ديالك في محله، لكن جرينا احنا خمسه المقابلات في ثلاثه الاسابيع، يعني بنفس، لن اقول بنفس التشكيله، لكن بنفس تقريبا بنفس التشكيله. هذا يعني العمل ديال الطاقم التقني، تطبير المباريات بشكل عقلاني، تدبير المخزون البدني، كذلك الطاقم الطبي يلعب دورا فعالا في عمليه الاستشفاء واستعاده الطراوه البدنيه. الجميع يشارك في هذا الايقاع المرتفع والمنتظم، وهذا شيء ايجابي، لكن لن يحدث هذا في المستقبل. اظن بانه غادي يرجعوا للمباراه كل اسبوع. غير اسمح لي اذا قطعتك كوتش، علاش طرحت هذا السؤال؟ لان بالنظر اولا سن بعض اللاعبين، ايضا بعض اللاعبين اللي ما خداوش الاستعدادات ديالهم بدايه الموسم والتحقوا في الميركاتو الشتوي، هذا واش غادي يكون عنده انعكاس على المردود؟ ما كاينش انعكاس. انا سبق لي جاوبت على شي سؤال من هذا القبيل، بان العياء بريء من هذه التهم. العياء قد يكون ذهني،
ضغوطات ضغوطات المباريات والتفكير في المباراه الاستعداد لكل مباراه على حده واجتماعات متكرره كذلك قد ترهق اللاعب ترهقه ذهنيا لكن بدنيا بما انه ما كانش ما حضرش الارهاق في هذه الفتره لن يحضر في المستقبل غير نعس يتهنى نعس السيد السلام عليكم سيدات بروحكم.